السلام عليكم يا نبهان، يا أهلا نبهان. أهلا وسهلا، مقا معك يا نبهان. أنا اشتري منك 2000 ريال. ليش؟ أقول رحت أمي بالحوبان، قلت له أرسل لي ب5000 عشان تدعي لي يا نبهان. تمام، الله يعينك. أيوه، دحين هم طلبوا حق عمولة حق الحوالة 7000، دحين أنا معي 5000، اشتري منك 2000. العمولة الحوالة من حوبان للمدينة ومن المدينة لحوبان 7000؟ أيوه 7000. الصرافة جنونه ونمو، أمك ما عادش تستلم الربعلات. صح والله، أمي مش تستلم. يعني مالك منهم؟ مالك كيف مالي منهم؟ يعني وأنا من أحول أمي، أمي ما تدعي ليش، وأنا مواطن مسكين، وأنا بعمل أنا بعمل لا تلتول ولش مثل شلية إهداء وربك شدي. يا شلية، هذا سعيد مسكين معه مشكلة. يا شلية قولي، أمه ساكن بحوبان وهش تعويلة من مدينة عزلة حوبان، طلبوا 7000 عمولة، من هنا يجيب 7000 عمولة؟ الله أكبر عليهم. صرافة جنون دم جنون. قلت لي أمك فين ساكنة؟ بحوبان. نعم ساكنة بالحوبان، مدري تتشمس ساكنة تشتغل طهش حوبان، أكيد بحوبان يعني ساكن مو. والحرب قاعد قسم المدينة نصين. أنا عندي لك حل. أيوه، مو الحل يا شلية؟ ادي 5000 لعندي وأنا بديها لأختي تديها لأمك، لأن أختي ساكنة بالحوبان. أها، الله يفتح عليك يا شلية. آمين آمين. الله يدير رزقك يا شلية. آمين آمين. الله يدير رزقك يا شلية. آمين آمين آمين. الله خلاص مالك، يلا سجلي، يلا سجلي يا شلية. خمسة ألف يا شلية. زد 2000. نمو. كيف نمو؟ 1000 حق خدمة التوصيل و1000 عمولة. يعني قيد الصرافة يا شلية. لا، الصرافة تشل 7000. خلاص. ها يا شلية. وهذه أمرنا إلى الله. يلا حول يمو. الحمد لله. كم قلت لي رقم أمك؟ رقم أمي 7-1. لحظة. أيوة. يلا دي الرقم. 7-1. 7-1. 2-2. 2-2. 4-4. 4-4. 6-3-2. 6-3. طلع معي واتس. وانت متخلف. الصغار ما يفهموش الحاجات هذه. يلا انصرف.